ضمن جولته الرعوية لعدد من محافظات المملكة، قام سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس بزيارة لمحافظة العقبة، وذلك للاطلاع على أحوال أبناء الرعاية فيها، حيث ترأس خلال الزيارة خدمة القداس الإلهي للأحد العاشر من لوقا، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور جمع من المؤمنين. وأشار سيادته بعظة القداس أننا اليوم ونحن ما زلنا نجاهد في هذه الحياة، علينا أن نضع نصب أعيننا القديسين الذين أكملوا سعيهم ومجدوا الله، فهم لنا خير قدوة حسنة ومثال حي لإيمانهم الصادق. ولما بنتكلم عن القديس والقديسين والقديسات، دائما قلبنا وعقلنا بيرتفع للكنيسة السماوية اللي نحن جزء من هاي الكنيسة، لأنه الكنيسة اللي هي جسد يسوع المسيح إله قسمين، الكنيسة المنظورة اللي نحن موجودين هون على الأرض وما زلنا منجاهد جهاد روحي حتى نوصل لهدف حياتنا، وهدف حياتنا هو الخلاص أبنائي، ما في شيء تاني. أوعكم تقعوا بأي فخ تفكروا إنه في هاي الحياة هون، هاي الحياة الوقتية، إنه في أي هدف تاني غير الخلاص. كل باقي الأمور بوقتها بتيجي إذا أجت، ولكن هدف الحياة هو الخلاص. فبالتالي نحن الكنيسة المجاهدة المنجاهد حتى نخلص، حتى نتقدس، حتى نتكمل، نكون قديسين وكاملين زي أبونا السماوي كامل وقدوس. والقسم الثاني من الكنيسة الواحدة هي الكنيسة السماوية، الكنيسة الغير منظورة اللي فيها أمنا الفائقة القداسة والدة الإله، القديسين والقديسات، وكل اللي سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية. هدول كلهم الكنيسة الواحدة المنظورة واللا منظورة، الأرضية والسماوية، ما أروع تجسيدها في داخل كل قداس إلهي نحن منقيمه. ونحن لما منجتمع في القداس الإلهي هذا السر العظيم بيكتمل. عشان هيك أبنائي ما بتتخيلوا شو بحدث بداخل القداس الإلهي. افلتوا نحن صرنا كتير أرضيين، جسديين، ماديين، دنيويين، عشان هيك ما منحس بالأمور الروحية، ما منشوف الإشي الروحاني، عمينا، اتشوه قلبنا لأنه تلوث بأباطيل العالم. ولكن إذا منشوف بقلب نقي وبذهن في إله بصيرة، رح نشوف إشي عظيم في داخل القداس الإلهي. في هاي اللحظات السيد نفسه هو حاضر بحال غير منظور، أمنا الفائقة القداسة هي حاضرة معنا هون. نعم أبنائي موجودين معنا هون، وكل القديسين والقديسات، وكل أبائكم وأجدادكم اللي سبقونا على رجاء القيامة هم معنا، وكلنا بفم واحد وقلب واحد منسبح إلهنا الواحد المثلث الأقديم، الآب والابن والروح القدس. ما أروع هاي الشركة، ما أجمل هذا الحضور الإلهي اللي نحن منتمتع فيه.